فيكم انا الطالبة ريم ياسين محمد المعايعة من الصف الثاني باء. اليوم رح نحكيكم عن المعدات والبرمجية. المعدات هي الشيء اللي احنا بنقدر انه نلمسه، اما البرمجية الاشياء اللي ما بنقدر ان نلمسها. مثلا عندي سماعات بقدر اني امسكها، بقدر اني اطلع من اللابتوب الاشياء، لا اقدر، ما بقدر، يعني هادي معدات، اما هادي برمجيات. برمجيات معناها انه ما بقدر اني امس اشي. هسا تعال مع بعضينا نصنفهم لوحدات اخراج وادخال. عندي وحدات الادخال، مثلا هذه وحدات ادخال اسمها كيبورد، لوحة المفاتيح وحدة ادخال. عندي كمان هذا مثل السي دي بس هو بجمع الفأر، وحدة ادخال، اما الطابعة وحدة اخراج. ما تخربطوا فيها. هسا بننتقل لا الباور بوينت اللي عملته الكيمياء. تعالوا معي. وهي رجعنا لكم. هسا بدنا نحكي عن الحاسوب. هو جهاز إلكتروني يكون من معدات هاردوير وبرمجيات سوفتوير. هسا شو الفرق بين المعدات والبرمجيات؟ المعدات بقدر اشي اني المسه، مثل لعبة او كده اشي بقدر اني المسه، اما البرمجيات اشي ما بقدر اني المسه. مثلا عندي طابعة بقدر اني المس الطابعة، مثلا عندي سماعات بقدر اني المس الصوت اللي بالسماعات، لا لانه مثل الهواء. ما هو مبدأ عمل الحاسوب؟ ادخال البيانات، المعالجة، اظهار المعلومات. هسا بدنا نحكي عن المعدات. المعدات هاردوير زي ما نحن عارفين. عندي وحدة الادخال، عندي لوحة المفاتيح والميكروفون والفأرة، كاميرا الويب والماسح الضوئي. وحدة الادخال هسا بدنا نحكي، هون عندنا يا حلوين عندنا صور الحاسوب. هاي وحدة المفاتيح اللي بقدر اني اكتب فيها. هذه الفأرة، الميكروفون، كاميرا الويب، الماسح الضوئي. ويجينا اخر اشي، عندي هون بعض الصور، عندي طابعة، معدات، شدة، برمجيات، ميكروفون، معدات، سماعة، معدات، ماس سوفتوير، برمجية الوورد، برمجيات، لعبة، برمجيات. وهيك من هون انهينا حصتنا لليوم. يعطيكم ألف عافية.